هذه النشرة برعاية الحكومة السويدية تحضر لمشروع قانون جديد لتجريم التعاون مع المنظمات الإرهابية. حوالي 110,000 وظيفة مؤقتة ستكون متاحة هذا الصيف في السويد في قطاعات مختلفة. أهلا بكم مشاهدينا. تحضر الحكومة السويدية حالياً لتقديم اقتراح بصيغة جديدة يجرم التعاون مع المنظمات الإرهابية بعد أن رفض مجلس القانون صياغة اقتراح سابق قدمته الحكومة لأنه قد يتعارض مع الدستور السويدي. وزير العدل مورغان يوهانسون أكد أن الاقتراح بصيغته الجديدة سيحال اليوم إلى الجهات التي ستبدي الرأي به. ووفقا للوزير فإن الصياغة الجديدة للاقتراح ستكون موسعة وتشمل المزيد من البنود التي تجرم المشاركة مع تنظيم إرهابي، وعلى سبيل المثال مواضيع تتعلق بالتسليح والمساعدة في تأمين مكان لمنظمة إرهابية أو ترتيب اجتماعات لها. ليس بعيدا عن ذلك، كشفت صحيفة يافلي داغبلادت المحلية اليوم أن جهاز الأمن السويدي سابو اعتقل منذ فترة رجلا بتهم تتعلق بالإرهاب. الصحيفة أشارت إلى أن الرجل المحتجز منذ 7 أيار مايو الجاري تم نقله إلى سجن الترحيل التابع لمصلحة الهجرة السويدية. وحسب ما قالت الصحيفة فإن الرجل المحتجز لديه روابط وثيقة بمسافري تنظيم داعش الإرهابي إلى سوريا والعراق، وأنه قد يكون جزءا من ما سمته مجموعة يافلي وساند فيغن التي اعتقل عدد من أعضائها من قبل سابو قبل أيام، في إشارة إلى عدد من الأئمة أصحاب الفكر المتشدد. يمكن أن يكون صيف هذا العام الحالي هو الوقت المثالي للوافدين الجدد لاقتحام سوق العمل في السويد، حيث تتوفر هذا العام فرص عمل أكثر من أي وقت مضى، إذ تم الإعلان عما يصل إلى 110,000 وظيفة صيفية في جميع أنحاء السويد حتى الآن من خلال موقع تابع لمكتب العمل، وهو ما يشكل زيادة من 105,000 وظيفة العام الماضي. وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن التفسير الرئيسي لذلك هو الطفرة الاقتصادية في سوق العمل بالبلاد، مما يعني أن معدل التوظيف مرتفع حاليا، وتتوفر غالبية هذه الوظائف الصيفية المؤقتة في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن العمل في المحلات التجارية والمطاعم، وكذلك العمل في المرافق مرافق التخزين وموظفي الاستقبال في الفنادق. يعكف مجلس بلدية مدينة مالمو جنوب السويد على تجربة إجراء تعديلات في طلبات التوظيف لجعل اختيار الموظف مبنيا على أسس مهنية أكثر، حيث تخطط المدينة لإخفاء عمر وجنس واسم الشخص المتقدم للعمل من سيرته الذاتية. ومن المتوقع أن يستمر العمل بهذه التجربة حتى أيلول سبتمبر المقبل، يتم تقييمها في فصل الخريف ومعرفة إمكانية تطبيقها بشكل دائم. ووفق تلك التجربة فإن نظام تكنولوجيا المعلومات في مدينة مالمو سيعمد إلى إخفاء البيانات الشخصية المسجلة تلقائيا. كاثرين شتير نيفلت وهي رئيسة مجلس البلدية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قالت إنه يجب أن تكون مدينة مالمو نموذجا يحتذى به عندما يتعلق الأمر بالتوظيف، بشكل يشعر كل من يريد التقدم للعمل بأن طلباته يتم تقييمها على أسس متساوية وموضوعية.
أصدرت محكمة ابتدائية حكما على رجل يبلغ من العمر 58 عاما، وذلك بسجن لمدة 6 سنوات لقيامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في منطقة بليدال خارج يوتوبوري. الجريمة وقعت قبل 24 سنة وتحديدا في أيلول سبتمبر العام 1995. الشرطة استطاعت العثور على الجاني بعد تغييرات في القانون أتاحت لها حق البحث في سجل الحمض النووي الذي يقوم به الأشخاص. المحكمة الابتدائية وجدت أن مثل العقوبة الفعلية لمثل هذه الجريمة هي 8 سنوات سجن، لكنها أخذت في الاعتبار أن فترة طويلة جدا قد انقضت منذ ارتكاب الجريمة، لذلك جرى خفض العقوبة إلى 6 سنوات سجن. من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض مناطق السويد، إن لم نقل معظمها، خلال اليومين المقبلين إلى 25 درجة وفق مركز الأرصاد الجوية. المركز أشار إلى أن الطقس الصيفي الدافئ سيستمر خلال الفترة القصيرة المقبلة مع بعض الاحتمالات لتساقط زخات من المطر. حسب المركز فإن مناطق شمال البلاد ستنعم هي أيضا بالجو المعتدل، حيث قد تصل الحرارة في أقصى تلك المناطق إلى 20 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين، وذلك قبل أن تصبح درجات الحرارة أكثر برودة في وقت لاحق من يوم الجمعة، إذ من المحتمل أن تصل هذه الحرارة في الشمال إلى 10 درجات مئوية مع بدء عطلة نهاية الأسبوع. ماذا عن طقس الغد؟ تحياتي وتحيات فريق العمل لمشاهدينا، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية